في هذا الفيديو ابناء الاعزاء سوف يتم شرح اليوتيليزيشن اوف ذا كيتون بودي بوديز. ذا كيتون بوديز بين واتر سوليوبل ار ايزيلي ترانسبورت فروم ذا ليفر تو ذا فاريوس تيشو. ذا تو كيتون بوديز اسيتوستيت اند ذا بيتا هيدروكسيبوتيريت سيرف از ذا امبورتنت سورس اوف ذا انرجي فور ذا بيريفيرال تيشو such as the skeletal muscle, cardiac muscle, renal cortex. The tissue which lack mitochondria, erythrocyte, however, cannot utilize a ketone body. The productions of the ketone body and their utilization become more significant when glucose is in short supply to the tissue, as they observe in the starvation and the body, diabetes mellitus. During the prolonged starvation, ketone body are the major fuel source of for the brain and other parts of the central nervous system. It should be noted that the ability of the brain to utilize fatty acid for the energy is very limited. The ketone bodies can meet 50 to 70% of the brain's energy needs. This is adaptation for the survival of the organism during the period of the food deprivation. في هذا المقطع انه من المحاضرة utilization of the ketone body, انه الكيتون body اول شيء سام ذائبة بالماء, لذلك هي تعتبر هي easily transported from the liver الى مختلف الانسجة, يعني transported from the liver to the various tissue الى انسجة مختلفة. و the two ketone bodies اللي هي الاسيتوستيت والبيتا هيدروكسي بيوتاريت اللي شرحناها في الفيديوهات السابقه تستخدم او تخدم في انه تعتبر مصدر طاقه مهم للعضلات او الانسجه المحيطيه مثل العضلات الهيكليه وعضلات القلب, عضله القلب و الرينال كورتكس طبقه الجزء من الرينالز. وانه التشوه الذي تمتاز بانها تحتوي على ميتوكوندريا قليله جدا مثل الار بي سي. هاي الانسجه او هاي الاورجانس او التشو الانسجه تمتاز بانها لا تستطيع كانت يوتيلايز بكتون بودي, لانها بما انه لا تحتوي على ميتوكوندريا, والميتوكوندريا تعتبر هي البارت اللي يصير بيعمل مثل الميتابوليزم للكيتون بودي. The production of the ketone body and their utilization become more significant when glucose in is in the short supply to the tissue. وتعتبر أنه إنتاج الأجسام الكيتونية واستخداماتها أصبح مهم جدا في عندما يكون نسبة الجلوكوز وتجهيز الجلوكوز للأنسجة قليل. إذا في حالة نقص مستوى الجلوكوز, في حالة as observed in the starvation في المجاعة, وحالة الديابيتس ميليتس. إذا حالتين يزداد بها نسبة الكيتون بودي هي في حالة الاستارفيشن الجوع أو المجاعة, وفي حالة الديابيتس ميليتس داء السكري. And during the prolonged starvation, ketone bodies are the major fuel source for the brain and other parts of the central nervous system. في حالة أنه الكيتون بودي يعتبر هي مصدر طاقة قوي لخلايا الدماغ وأجزاء أخرى من الجهاز العصبي المركزي. And it should be noted that the ability of the brain to وقابلية أنه يجهز أو أنه يستخدم الفاتي أسيد for energy is very limited, لأنه اعتبار أنه البرين استخدام الفاتي أسيد جدا محدود. The ketone body can meet, يعني يتلقى تقريبا 50 إلى 70% من كمية الطاقة اللي يحتاجها عن طريق الكيتون بودي. و حالة التأقلم this is the adaptation for the circular والتأقلم لبقاء هذه الأورجانس خلال فترة فترة الحرمان أو فترة المجاعة أو فقدان الأكل. reaction of the ketone body, تفاعلات الكيتون بودي, إنه بيتا هيدروكسي بيوتاريت بالبداية is the first converted to the acetoacetate, بالبداية تحول إلى مركب هو الأسيتوستيت and metabolized وصير عملية رياضة. الأسيتوستيت is activated to acetoacetyl CoA, بعدين صير activating عملية تنشيط لـ
الاسيتو اسيتايل كو اي باستخدام الميتوكوندريال انزيم بفعل يتحفز بنزيم يسموه ثيوفوريز اللي هو سكسنال كو اي اسيتو اسيتيت كو اي ترانسفريز. والكو انزيم اي از دونيتد باي ذا سكسنال كو اي ويتم منح الكو اي انزيم او كو انزيم اي عن طريق السكسنال كو اي اللي يعتبر انترميديت ان ذا ستريك اسيد سايكل اللي هو عباره عن حاله وسطيه موجوده ضمن دوره كريبس او السيتريك اسيد سايكل. والثيوفوريز از ابسنت وهذا الانزيم اللي مسؤول عن تحويل الاسيتو اسيتيت الى الاسيتو اسيتيل كو اي هذا الانزيم غير موجود از ابسنت ان ذا ليفر غير موجود بالليفر هانس لذلك الكيتون بودي ار نوت يوتلايز لا يستخدم باستخدام او لا يمكن استخدامه بواسطه الهيباتيك سيل او الليفر. ثيوريز حالة كليفز ذا اسيتو اسيتيل كوعي تو ذا تو مولكيولز تصير عملية شقاق إلى جزيئتين من الأسيتال كوعي. In this scheme we are explaining about the converted of the beta hydroxy butyrate إلى يحول إلى أسيتو أسيتيل باي إنزيم يسمى بيتا هيدروكسي بيوتيريت ديهايدروجينيز ويعطينا جزيئة واحدة نات إتش يعطينا ثلاث جزيئات أي تي بي ب الالكترو ترانسبورت تشين اند اسيتو اسيتيت كونفيرتد تو الى اسيتو اسيتيل كو اي اسيتو اسيتيل كو اي. طبعا ذيس انزيم از نوت بريزنت ان ذا ليفر لذلك هاي البروسيس ما تصير داخل الليفر وانما تصير باقي الانسجه اند اوبتين ذا اسيتيل كو اي تو ذيس كومباوند فروم ذا سكسنال كو اي اللي يعتبر هو انترميديت كريبس كريبس اس الكريبس سايكل او الكربوكسيليك اسيد سايكل او تري كربوكسيليك اسيد سايكل اند ذا اسيتال كو اي سير احل سيبريتنج بين تو مولكيولز اوف ذا اسيتال كو اي باي ثيوريز انزيم. في هذا السكيم احنا نلاحظ انه السينثيسيس او برودكشنز اوف ذا كيتون بودي بنحصلها منين ان الفاتي اسيد من الجلوكوز من الامينو اسيد كونفيرت تو اسيتال كو اي قلنا الكوندنس تو مولكيولز اوف اسيتال كو اي يعطينا كيتون بودي. الكيتون بودي ينتقل بما انه ار سيوبل ان ووتر ترانسبورت تو ذا تو بلاد ان كيتون بودي مي بي ترانسبورت او اكسكريشن اوت باي ذا كيدني از ذا وذ يورين اور مي بي اكسكريشن اوف ذا اسيتون باي ذا لانكس اند ذا بارت اوف كيتون بودي ترانسبورت تو ذا تو سكيلتال ماسل او الاكسترا هيباتيك تيشو خارج الانسجه خارج الهيباتيك سيل او الهيباتيك تشو يحول الفاتي اسيد الى اسيتال كو اي وعن طريق الجلوكوز والفاتي اسيد والاميو اسيد كي او انه نحصل عنها عن طريق الكيتون بودي. الكيتون بودي يتحول الى ايضا الى اسيتال كو اي والاسيتال كو اي يدخل دوره كريبس وينتج لنا طاقه في هذه العمليه.